إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم ومجِّد وعظِّم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاةً وسلامًا دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنه عز وحصن في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعيه. معاشر الحاضرين رحمكم الله، مما تربينا عليه بين أيدي شيوخنا ومربينا وعلمائنا الاجتماع لقراءة لختم القرآن وقراءة التهليل والتسابيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإهداء ثواب ذلك إلى من مات وانتقل إلى رحمة الله من أحبابنا، فإن لهذا الاجتماع فوائد عظيمة جمة، منها من اجتمع بمثل هذا الاجتماع فقد استحق مدح الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن ذكر المهاجرين وأثنى عليهم وذكر الأنصار وأثنى عليهم، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر هاتين الطائفتين العظيمتين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله سبحانه وتعالى يذكر من جاء بعد المهاجرين والأنصار، ماذا يقولون؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ممن انتقلوا إلى رحمة الله. فهذه الآية منطبقة على التابعين وعلى من بعدهم إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يحدد وقتاً معيناً لمن اتصف بهذه الصفة في هذه الآية، فكل من جاء بعد من انتقل إلى رحمة الله ودعا لهم بالمغفرة فهؤلاء ممن أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم. جعلنا الله وإياكم من هذه الطائفة حتى يحشرنا مع المهاجرين والأنصار في الآخرة، أمين يا رب العالمين. هذا هو الأول. والثاني، فإن الدعاء للأموات من أحبابنا وأقاربنا وإخواننا مما يدخل السرور إلى قلوبهم وهم في البرزخ. فقد ذكر الإمام البيهقي في شعب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّف. تعرف حالة الغريق؟ الغريق يحاول أن ينجي نفسه ويحاول أن يتمسك بأي شيء يمكن أن ينقذه من الغرق، فهذا هو حال الغريق. فالميت، هذا حال عموم الميت طبعا باستثناء الصالحين والأولياء والمقربين، لكن عموم حال الميت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتغوّف، ينتظر دعوة
تلحقه من أخ أو أب أو إبن إلى غير ذلك. فإذا لحقته أي فإذا وصلت الدعوات الصالحات إلى الأموات في قبورهم ماذا حصل؟ كان أحب إليه من الدنيا وما فيها. وهذا الأمل يدخل السرور في قبورهم يا إخواني. ولذلك قال العلماء: لولا دعاء الأحياء لهلكت الأموات. فالأموات في الحاجة إلى دعواتنا نحن معاشر الأحياء. فكما تدين تدان، إذا كنتم دائما تدعون للأموات بالمغفرة والرحمة، فإذا جاء وقتكم للانتقال لرحمة الله فالأحياء سيدعون لكم. فكما تدين تدان، فلولا دعاء الأحياء لهلكت الأموات. فقد ذكر الإمام الحداد في كتابه سبيل الادكار والاعتبار فيما يمر على الإنسان وينقضي له من الأعمال، أن ميتا كاد أن يعذب في قبره بالنار، ففي نفس الوقت أحد من في الأرض ترحم على هذا الميت يقول فلان رحمه الله، أو ما نعبر عنه باللغة الإندونيسية المرحوم. فكلمة المرحوم هو الدعاء الخاص لأموات المسلمين، لا يجوز الدعاء بالرحمة لأموات غير المسلمين. فأحد من في الأرض ترحم على هذا الميت، وهذا الميت في القبر كاد أن يعذب بالنار. فماذا يحصل عندما ترحم عليه عدا أحد من في الأرض؟ مجرد الترحم، مجرد قوله رحمه الله، ولا يطول في الدعاء. فما بالك بختم القرآن، فما بالك بقراءة التحاليل، فما بالك بقراءة التسابيح. فهذا مجرد ترحم، ماذا حصل؟ والله سبحانه وتعالى يطفي النار الذي سيعذب به الميت ببركة أحد من ترحم عليه على وجه الأرض. ما شاء الله تبارك الله. فلذلك مما يدخل السرور ألا من تقدم من أمواتنا من أقاربنا وأبائنا وأجدادنا وأمهاتنا الدعاء لهم. فلذلك عليكم بدوام الدعاء للأموات في كل بعد الصلاة وفي كل وقت وحين، لا تنسوا الدعاء لهم. إن لم نستطع أن ندخل السرور إلى قلوبهم وهم أحياء، فعلى الأقل ندخل السرور إلى قلوبهم وهم أموات. وهذا هو الثاني. والثالث الدعاء لهم الميت في مثل هذه الاجتماعات فيه معنيين، كما أشار إليه الحديث النبوي الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور المتداول بين الناس: إذا مات ابن آدم انقطع أمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا هو الثالث، ولد صالح يدعو له. يمكن أن نفهم هذا الحديث من منطوقه ومفهومه. فمن منطوق هذا الحديث نفهم بأن دعاء الأحياء خصوصا الأولاد والأقارب تصل إلى الأموات في قبورهم، وهذا مما يجري في قبورهم من الأعمال ويزيد في مقامهم ويزيد في درجاتهم. وإن كانوا في البرزخ، وإن كانوا ليس في دار العمل، نعهم في دار البرزخ، لكن يزداد درجاتهم ببركة الدعاء الأحياء خصوصا الأولاد والأقارب. هذا منطوق الحديث. وأما مفهوم الحديث، فمن استمر للدعاء على آبائه من الأموات فهو معدود من الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وولد صالح يدعو له. مفهوم هذا الحديث: فمن لم يدعو لوالديه فهذا ولد غير صالح. فمن دعا لوالديه بالرحمة والمغفرة، ومن دعا لآبائه بأجداده من الأموات ممن انتقل إلى رحمة الله بالرحمة والمغفرة، فهو معدود من الصالحين بمفهوم الحديث النبوي الشريف. ومن لم يدعو لهم فلا يعد من الصالحين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا، وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن يدخل في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والبشارة والرضوان. يا أرحم الراحمين، إن أحسن الكلام
كلام الله الملك العلام، والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي، وأن سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشيوعية والمشركين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم وحد صفوفهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميهم، وثبت أقدامهم، واشفي مرضاهم وجرحاهم، وتقبل شهداءهم، وفك أسراهم، وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بإسرائيل وأعوانهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، وخرب قوتهم، وأرسل العذاب الأليم إليهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعلهم وفي الغابرين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيا قاضي الحاجات ويا كاشف الكربات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي علينا خيارنا من يرحمنا ويخاف منك، ولا تولي علينا شرارنا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخاف منك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية، اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية، اللهم أصلح الإمام والأمة
والراعي والرعية برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.